متحف شرم الشيخ يعد أول متحف للآثار ومركز للحضارات وواجهة سياحية جديدة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توقف دام أكثر من 8 أعوام. ويقع متحف شرم الشيخ على مساحة 190,000 متر مربع، وينقسم إلى قاعدتين كبيرتين بهما 5 صالات عرض ومبنى إداري ومحلات تجارية وبازارات ومسرح مفتوح بتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون جنيه. ويتسع متحف شرم الشيخ لعرض أكثر من 20,000 قطعة أثرية متنوعة من الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية، ومن بينهما رأس تمثال الملك رمسيس الثاني ورأس حتشبسوت ومجموعة من تماثيل البابون. والمتحف يضم قاعدتين، الأولى تحتوي على ما يقرب من 700 قطعة أثرية، والقاعدة الثانية ما يقرب من 500 قطعة أثرية. متحف شرم الشيخ حلم يتحقق ووجهة سياحية على أرض مصرية وفق أحدث التقنيات العالمية تضاف للمقاصد السياحية التي تتمتع بها شرم الشيخ لجذب عدد أكبر من السائحين الوافدين لمصر من مختلف جنسيات العالم.